صباح النور مجددا هبة. صباح النور مجددا مشاهدينا. طبيب خصوبة يستخدم سائله المنوي لعلاج عشرات المريضات المعانيات من العقم. فقد نقلت بي بي سي عن تقارير صحفية هولندية أن جون كاربات طبيب خصوبة من مدينة روتردام الهولندية كان توفي عام 2017 كذبة على مريضاته اللواتي كن يقصدنه بهدف تلقيحهن اصطناعيا باستخدام سائله المنوي بدل سوائل منوية كان يفترض أن تكون تابعة لرجال متبرعين. وأضافت بي بي سي أنه بسبب هذا التحايل أصبح جون كاربات الذي توفي عن عمر يناهز 89 عاما أبا 49 طفلا. لا بل توقعت بي بي سي بأن يكون عدد أولاده أكبر من ذلك، ومعظمهم ولد في أوائل الثمانينيات. وكان كاربات اعترف بأنه قام بتلقيح 60 امرأة عن طريق سائله المنوي في مصحه الذي أغلقته السلطات المعنية عام 2009 بعدما رصدت مخالفات عدة. فقامت منظمة الدفاع عن الأطفال باسم الأمهات والأطفال ضحايا الطبيب الراحل بمطالبة محكمة روتردام في فبراير 2018 بإجراء فحص لحمض الطبيب النووي فالمنوي عذرا. فاستجابت المحكمة للطلب لتكشف النتائج هذا الأسبوع بأن جون كاربات هو الوالد الحقيقي. وأشارت بي بي سي إلى أن خدع الطبيب الراحل لم تقف عند هذا الحد، بل كان يقوم أحيانا بخلط السوائل المنوية التابعة لأكثر من متبرع من أجل إخصاب امرأة واحدة وكشف هويات بعض المتبرعين السريين. يعني خبر صادم. صحيح. نعم. وضمير الطبيب صحيح أساسي بحياة الناس، هو ضمير كل شخص بيعمل يعني بالحياة، هو شيء أساسي، وما بالك إذا كان طبيب وهناك أرواح للناس بين إيديه. خبر كتير كتير صادم توني وغير متوقع، يعني ما بتحس إنه، يعني أنا أول ما كنت عم تحكي بمقدمة الحلقة اليوم عن الخبر فحسيت إنه كأنه هذا الدكتور رح كأنه متبني لأطفال، يعني أبدا ما خطر ببالي إنه هو شخص غير نزيه ولم نعم يعني. الخبر فعلا صعب للغاية، وخاصة أنه هؤلاء النساء اللي حسوا بالخدعة وعندهم أطفال، يعني موضوع مؤلم فعلا نفسيا. هبة، أنت قد ايه بتحسي حياتك أو حياة عائلتك وولادك ممكن تكون متعلقة بطبيب، خبرة طبيب أو حتى يمكن سلوك طبيب؟ نعم، بتعرف توني هي الموضوع ربما متعلق فينا جميعا، يمكن بكل شخص فينا، يمكن هو أو حدا من أقربائه تعرض لأغلاط، غلطة طبيب وغلطة ربما يعني حتى لو كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن يعني الشخص فعلا بتأثر فيه سلبا. الحلو بالدول الأجنبية ربما أنه هناك محاسبة، ولكن بدولنا العربية حتى هذه اللحظة ما في هناك محاسبة حقيقية، وشاهدنا الكثير من الأغلاط إن كانت عند يعني أطباء تجميل أو ربما أطباء حتى بيقوموا بعمليات يعني أعمق من موضوع تجميل، ويعني لا يتم محاسبتهم، الأمور هيك تمر مرور الكرام. أكيد الموضوع مؤلم يعني كتير. نعم. في حياتك كتير تذهب بسبب أخطاء. صحيح. صحيح. والأسوأ من هيك أنه ربما الشخص اللي بيعيش مع هذه الأزمة، يعني اللي مثل ما بيقول محمود درويش، الموت لا يؤلم الأحياء وإنما لا يؤلم الموتى ولكن يؤلم الأحياء. وفعلا لأنه الحي اللي بيعيش مع هذه الأزمة هناك مشكلة كبيرة. صحيح. تعايش مع واقع خاطئ هو غير صحي. صحيح. رأيكم في كل فقراتنا وأخبارنا تهمنا مشاهدينا عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بصباح النور. فاصل قصير ونعود لمتابعة حلقتنا، ابقوا معنا.